أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: دفاع أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجله خفف من عذابه، فهل هذا خاص بأبي طالب أم هو عام لكل كافر دافع عن الإسلام أو خدم أهله ولكنه لم يدخل في الإسلام؟ ما سمعت كلام إن هذا خاص بأبي طالب وأن الشفاعة ما تنفع الكافر، وإنما هذا خاص بأبي طالب وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الكفار إذا أحسنوا في الدنيا تعجل لهم جزاؤهم في الدنيا، ما الله لا يظلم أحدا، فإذا حصل من الكافر إحسان في الدنيا وصدقات وتبرعات فالله لا يضيع له ذلك، يجازيه في الدنيا، يوسع رزقه، يوسع يعافيه في بدنه، لكن ليس له في الآخرة من نصيب. نعم.